للرأي العام. حقيقة يسمحوا لي، بصح راني مرضتكم، مرضتكم معايا. أنا مريضة ومرضتكم معايا، ورا كل واحد عنده همه، كل واحد عنده مشاكله. إنما الله يجازيكم بخير، كنستبد منكم القوة. خليكم معايا، خليكم معايا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي دويت فيه بشكل مختصر حول مستجد الجديد في الموضوع اللي كيتعلق بتهامي بناني، الآن معايا الأم حياة اللي كانت عندها الجلسة اللي وقفت قدام السيد الرئيس، الحوار الذي دار بينه وبين السيد الرئيس. تبعوا معايا. أم حياة، اليوم كانت عندك جلسة، شنو اللي وقع وهذا الجديد؟ السلام عليكم. اليوم كانت عندنا الجلسة، فإذا بيا كنتفاجأ بوجود هيئة جديدة كلها مغيرة، اللي خلاتني كنقول شنو هادشي، وكنقول باللي واش المسائل مازال غادي تطول، واش المسائل مازال غادي تبدا عاوتاني من جديد، بحال اللي من بعد ما نداو على الرقم ديال الملف ديالنا تقدمت امام الهيئه، وقال لي يا سيد الرئيس على ان خصني نعرف باللي الهيئه ملي كتبدل راه كتكون مناقشه جديده، وكنبداو في الملف بشكل جديد. يعني انا هذا بقيت كنشوف تنقول مع راسي، تفكرت من 2007 وش عباد الله هادشي مازال غيطول. انا جاتني هاد كل مره كتبدل الهيئه، ما غنعرفش القانون، ما يمكنليش نطول على شي حاجه ما تنفهمهاش. انما انا بمفهومي البسيط كنقول شنو هاد التمديد بهذا الشكل، الهيئه الاولى، الهيئه الثانيه، الهيئه الثالثه، وما عرفناش شنو غادي يجي في المستقبل. انا كنتمنى بلي هاد الهيئه هذه ان شاء الله باذن الله تكون هي اخر هيئه، واللي غتثبت في القضيه ديال التهامي المرحوم، المقتول المرحوم التهامي بناني، واللي كنتمنى باش تنصفني وباش يكون هذا هو زعما اخر مطاف. انا مازال صابره، انما كنتمنى من الله تعالى انه يعطيني القوه باش نزيد، والنفس الطويل باش نقاوم هاد التغييرات اللي ما مفهوماش في الحقيقه، ما تفهمتليش انا، ولكن غادي نصور ان شاء الله نعرف واش قانونيه. انا خصني نرتاح من هاد التغييرات ديال الهيئات. نعم. الملف تاجل ل 16/12. نعم، داكشي اللي قالت لي الهيئه، زعما السيد الرئيس قال لك بلي 16/12 ان شاء الله في هذا الشهر هذا غادي، ولكن الا راحنا غادي نبداو يعني الملف من جديد. انا ما فهمتش شنو هي نبداو الملف من جديد، واش بالدفعات الشكليه ديالو، زعما مسائله من الاول بحال اللي التهامي عادل باح صبناه، عاد الباحة عرفنا انه مقتول. انا ما فهمتش. كنتمنى باش السيد الرئيس الجديد يبت في المساله ديال التهامي، وياخذها بعين الرحمه وبيد من حديد قانونيه لا اقل ولا اكثر، وتبان ليه المعاناه ديال ام، راني بحال مو واقفه حداه، يعني معاناه ديال 2007، واش يرضاها شي واحد نفسه انهم 2007 هو كيندد باش يعرفوا ولده غير فين مدفون، اما مقتول راه لا نقاش فيها، وبالحجه والدليل والادله الضامغه، انما فين مدفون. بما ان السيد الرئيس الجديد على القضيه، الجديد في القضيه، كنطلب منه، كنلتمس منه انه يشوف من حالي ويبطر بهذا الملف بطريقه قانونيه، وتبان ليه المعاناة ديالي أنا كوني أم فقدت العمل ديالي، وبقيت بأجر منخفض، وفقدت الصحة ديالي، وفقدت الاعتناء الكامل بالأبناء ديالي، وفقدت كذلك ومثال باش نقولها من هنا، فقدت حتى كرامتي، كوني انني ما قدرتش ن ن وهذه اهانه في حق نفسي، في حقي، اهانه
تهانيت الروح عزيزة عند الله، وغيبان القاتل، وغيبان كيفاش تنكل، وغيبان ما قبل وأثناء وبعد. إذن السيد القاضي السيد الرئيس الله يجازيه بخير يقول مع راسو باللي كل واحد راه جهده كيتسالى، وكل حاجه عندها بدايه وعندها نهايه. هي ضروري من نهايه، غير ما يطولش علينا. الله يرحم ليه الوالدين. انا الصفه عطيها لسيدي ربي، هذاك الولد اللي كنهضروا عليه حنايا المرحوم مقتول التهامي بناني، راه الملف ديالو ماشي كنا دايزين حتى حدا المكتبه ولا حدا الساكه ولا حدا مول الزريعه وصبنا ملف وهزيناه. هذا ملف راه داز عليه على ايادي كثيره، وعلى تاشيرات كثيره، وعلى دراسات معمقه. راه بعدا نعرفوا التهامي فين مدفون، ونعرفوا هاد 440 اللي حنا بقلنا شويه ونسميوه الملف ديال التهامي بناني، نسميوه قبر 440 او قضيه 440 او ملف 440. يعني غادي ياخذ هاد الوجهه هادي، كونوا 15 عام وما تصابش، هاد ما تحلش هاد اللغز. اذا بالنسبه للقبر، ملي نمشي انا عند المحافظ، والنهار الاول فاش كان حكم ابتدائي ومشينا بامر باستخراج 5 جثث، وراكم عارفين الراي العام عارف لانني ما تخبرتش، وتخبرت حتى للدقيقه 90، وهذا اصلا خرق سافر في القضيه. مشينا للمقبره وصبنا طاقم ذو كفاءه وطاقم معلوم وتهيئات جسيمه على مستوى المقبره. مشاو للقبر نيشان اللي هو على حافه الطريق، لان كنعرف ان المنطق هو هذا، ان القبر ان واحد مات او تدفن في 2007، ماشي الموت وقفت هنا، راه الموت مازال الناس كيموتوا بيان سور. اذن هاد التهامي بناني خصو يكون في وسط المقبره، ماشي على حافه الطريق، يعني منو الطريق، يعني هذا كيبين على ان القبر حديث الحفر، وحديث الدفن. والدليل هو انه ملي جبدوا الجثه، ربي الهمني انني نمشي للطب، مصلحه الطب الشرعي، ونشوف الجثه بعينيه فازقه منديه تربى كيحمر، كل عظام في ميكا مجموعه. هذا ما تيتقبلوش العقل ديال جثه مدفونه 15 عام، يستحيل سبع مستحيلات. هنا باش الراي العام والام حياتي يستوعب معنا، هنا بانت هذه الجثه بلا انثى. من بعد انتم عندكم حكم بلا 440 هو التهامي بناني والقبر ديالو، ملي مشيتي انت دابا باش ديري الاجراءات ديال الصفه اللي طالبها لك القضاء، كيقول لك المحافظ في الروجيستر 440 ماشي ديال التهامي. هذه غريبه، كيفاش؟ والغرابه فين كتجلى؟ كتجلى هو ثلاثه المحطات. مشينا النهار الاول بحكم قضائي صبنا القبر عليه واحد البطاقه جديده، والقبر جديد اصلا مفصلا، وقبر اخر كيتحرق والعافيه طالعه منه الله اعلم بذلك. المحطه الثانيه، المحطه الاولى هي ان المحافظ والمقاول تجاهل فين دفنوا داك رقم 440، يعني كون ما داروش ما كيكتبوش البطاقه على راس كل ميت، كل متوفى. هذه المحطه الاولى. المحطه الثانيه هو ملي مشينا صبنا ان البطاقه كاينه وحده في بقعه ديال الغرباء كامله، كاينه بطاقه وحده اللي مشاو لها نيشان، ما بقاش المحافظ يتجاهل ولا دابا يعلم. نعم. والغريبه في الامر هو انني ملي مشيت انا نزولا عند رغبه الهيئه، كومكو انا ما عنديش الصفه الوغ انا عندي الصفه، مشيت عند المحافظ كنا نقلبوا على 440، تيقول لك لا 440 لا 440 داك التاريخ اللي عطيتينا راه ماشي، لا داك التاريخ اللي عطيتينا ديال 29/4/2007 راه ماشي 440، راه رقم اخر. ولكن جيت انا قلت له قلبنا على 440 فين كاينه، ربما نكون انا اخطات في واخا. ملي قلب على 440 صابوا بتاريخ اخر اللي هو 12 اللي هو 21/7/2007،
واللي هو مكتوب عندنا في واحد المعاينه ماشي 21 12. انا هنا بدا كيدخلني الخلل في عقلي، 12 ولات 21 بحال قضيه الارقام ديال الهواتف اللي كنت دفعتها في الخبره التقنيه. انا عطيت ارقام كنصيب الا كانت في الاخر 10 كنصيب 01، ولا كان بنادم الشخص سميتو فلان كنسميوه فلان، بزيد نقطه نقص نقطه، زيد همزه نقص همزه. اذا هنا هي العراقي 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 على مستوى هذه القضيه هذه. انا غادي نتسطى فهمتيني. إذن مني مشينا عند السيد المحافظ وقال لك باللي راه القبر معلوم ومولاه متخلى عنه واللي هو رقم 440. احنا هاد 440 مالها مالها؟ ثلاثة المحطة تدوز منها ما تعرفش النهار الأول في القبر تكون 440 تخرج لنا أنت وحديثة العهد، ونجو عند المحافظ يقول لك أنا عطتني السيدة الطبيبة عندي أمر بالدفن ديال هاد كذا وكذا في هذا الوقت هذا. نمشي عند الطبيبة ديال التشريح ما تستقبلنيش، كانت مشغولة ماشي مشكل، إنما قالت لك هي ما كتستقبلش العائلة، كتستقبل بهذه العبارة المخزن، ما كديوش معاهم، غديو مع الوكيل العام ماشي مشكل. إن نعم إني لا سمحتي لأم حياة، ولكن أنتي طالبين لك الصفة، والصفة بين الإجراءات ديال الدفن خصك وثيقة من المركز ديال التشريح، خصك من القبر، خصك مجموعة من الإجراءات. يعني هنا كتشوف بأنه كما كنقولوا بحال العصا في الرويضة، كتصعب الأمور. هنا الدور ديال المحامية اللي إن شاء الله مقبلة مع هذه الهيئة اللي كنتمنوا لها التوفيق وتحقيق النصر والعدالة في هذا الملف، أنه ياخذوا بعين الاعتبار هذه المعطيات باش يسهلوا عليك المأمورية في الوثائق ديال باش يمشي الملف. نعم المحاميه بيان سو غادي تاخذ الاجراءات ديالها، هي حتى هي عندها ادله دامغه باش غادي توصل لهذه القضيه ديال تهمي بناني، وكونها يعني منعوها من الحديث على تهمي بناني حسب قولها، قالت لك منعوها على الحديث بخصوص تهمي بناني. اذا السيده ما تمنعت ضروري انا غادي ناخذ لا غوليف وانا اللي غادي نهضر، انما ما غاديش نهضر بيان سو بحال الاستاذه اللي يعني عندها عايشه مجال قانوني. انا الناس ما ياخذونيش الا ما الا خطات في شي حاجه، المهم على اي حال هذا هو جهدي. انا كندوي بحرقه، ما كندويش بقانون، كندوي بالام وبعذاب عشتو انا وولادي وراجلي وداري وكل شيء راه على حساب كل شيء انا كنتعذب. اذا مطلوب من هذا السيد هذا الرئيس الجديد الله يرحمني الوالدين ويجازيه بخير يجهز لنا الملف بسرعه وبطريقه قانونيه. وهنا ما تفوتنيش الفرصه باش نقول الراي العام حقيقه يسمحوا لي بالصح، راني مرضتكم معايا، انا مريضه ومرضتكم معايا، وراه كل واحد عنده همه، كل واحد عنده مشاكله، انما الله يجازيكم بخير، كنستبد منكم القوه، خليكم معايا بالتضامن ديالكم وبالدعوه ديالكم لسيدي ربي لا اقل ولا اكثر. الله يرحمكم الوالدين. والله ما عرفت اش نقول لك، كما تبعتوا معنا هذا هو التصريح ديال الام، صراحه يعجز اللسان على الكلام، لانه كتكلم في الاخير وكتبكي تطلب من الناس انهم يسمحوا لي، والناس بالعكس كل متعاطف معها والكل مؤمن بالحقيقه في هذا الملف. مشاهدينا الكرام نتفائل خيرا في الهيئه الجديده التي يبقى لها الحق والقناعه الشخصيه والضمير المهني ديال القضاء اللي تبين الحقيقه اكثر في الموضوع. الهيئه الجديده لها الحق دراسه الملف من جميع الجوانب على اساس هو تحقق نصرة العدالة. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيثيات قضية تهمي بناني. أم حياة عانت سنين طوال من 2007، ونتمنى ومرة أخرى نتفائل خيرا في القضاء الجالس إن شاء الله باش تبان الحقيقة في هذا الملف، من هو الجاني ومن هو الضحية. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.